80 عائلة استفادت من سكنات جديدة بعد أن عانت لسنوات طويلة من ظروف سكنية صعبة في حي قزديري بسيدي غلاس حي بوشمع 1 و2. حسيت روحي فرحانة فرحانة بزاف بزاف. والحمد لله كافيهم اللي تسع خيرات الله، والله غير خيرات الله. ما كناش مأمنين، والله ما كنا مأمنين هكذا. أنا فرحانة الحمد لله يا ربي خاتها وناسكنا. كل الوسائل البشرية والمادية سخرت لإنجاح عملية الترحيل التي تمت في ظروف هادئة تحت فرحة العائلات بالسكنات الجديدة. نذكر باللي هذا البرنامج يدخل في إطار برنامج المساعد الحكومي المسطر، وبرنامج فخامة رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة. كما راكم تلاحظوا فيه فرحة، فيه بهجة، وما يمكنش يعني في نظري في 2019 نزيدو نقبلوا احياء قزديرية. العملية ستمس احياء متضررة اخرى بهذه البلدية في سياق القضاء على السكنات الهشة، وسيعلن عن قائمة الاسماء المستفيدة في الايام القليلة المقبلة.